السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شرحنا اليوم عن كيفية إخفاء ستور الإنستغرام عند شخص محدد بطريقة بسيطة وسهلة، ولكن بتمنى منك يا صديقي تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. بعد الدخول إلى تطبيق الإنستغرام، نتوجه إلى زر الملف الشخصي الموجود بالأسفل، ثم نضغط على زر القائمة الموجود بالأعلى، ونختار من خلاله الإعدادات. ستظهر لنا قائمة نختار من خلالها الخصوصية. بعد ذلك نختار خيار القصة. بعد ذلك نختار الخيار الأول إخفاء القصة من، نضغط على كلمة شخص. الآن تقوم باختيار الشخص الذي تريد إخفاء الستوري عنه من خلال كتابة اسمه في خانة البحث أو اسم المستخدم إذا كان معلوم لديك. مثلا نختار هذا الحساب، نقوم بتحديده، ثم نرجع إلى الخلف. كما تشاهد، إخفاء القصة من شخص واحد. وهكذا تستطيع إخفاء القصة عن أي شخص تريد.